بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة ونشكر له تقبله بالإجابة على رسائل الأخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياك الله وبارك. حياك الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. أخونا يقول في أحد أسئلته: ما معنى كلمة امرأة فليط التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إذ كانت من الغابرين كما وصفت؟ وضحوا لنا هذا المعنى، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، امرأة لوط كانت كافرة لم تكن على دين زوجها نبي الله لوط عليه السلام، مثل امرأة نوح عليه السلام، فإنها كانت مخالفة لدين نبي الله نوح عليه السلام، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح، امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما يعني في الدين والملة، فكانتا على الكفر وخالفتا دين زوجهما. هذا معنى الخيانة، وليس معنى ذلك الخيانة في الفراش، فإن حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومة، كانتا في العرض نزيهتين، ولكن في العقيدة كانتا على خلاف عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلم يغني عنهما من الله شيئا، يعني لم ينفعهما قربهما من أفضل خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم ينفعهما هذا القرب شيئا لما كانتا على الكفر. فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا ينفعه عمل غيره، وإنما ينفعه عمله هو. أولا، فقرب المؤمن من الكافر لا يضره شيئا كما ذكر الله في امرأة فرعون، وقرب الكافر من المؤمن لا ينفعه شيئا كما ذكر الله في هاتين المرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط. فلما جاء العذاب أنجى الله سبحانه وتعالى نبيه لوطا والذين آمنوا معه وأهلك الكافرين، ومنهم امرأة لوط كانت من الغابرين، يعني من الباقين في العذاب المهلكين مع الكافرين. جزاكم الله خيرا. وصفت الآخرة بأنها هي الحيوان كما جاء في القرآن الكريم، ما معنى ذلك؟ الحيوان معناه الحياة الكاملة، فالآخرة هي الحياة الكاملة التي لا موت فيها ولا فناء فيها، وبخلاف الدنيا فإنها حياة يعتريها الموت ويعتريها الأمراض والأسقام، وأما الآخرة فإنها لا يعتريها موت ولا فناء. المؤمنون في نعيم دائم لا يصيبه أي مكبر ولا يقطعه موت ولا فناء، والكافرون في النار والعياذ بالله مخلدون فيها. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يوجد حديث يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ هذا مشتهر على ألسنة الناس، لكنني لا أعلمه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، هو أن الإنسان يجب عليه أن يعمل لآخرته وأن لا يؤخر العمل إلى الغد، بل يبادر، لأنه لا يدري متى يموت، كأنه يموت غدا لأنه لا يدري متى يموت. الله تعالى يقول: إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم أن الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني يؤخرون التوبة، قال: إني تبت الآن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا بالنسبة لعمل الآخرة، الإنسان يستغل الوقت ويبادر بالعمل الصالح ويتوب إلى الله من السيئات، عبادة للموت الذي لا يدري في أي ساعة يتركه. فكذلك في أمر الدنيا، الإنسان يعمل لدنياه ما ينفعه فيها من صلاة
طلب الرزق والاكتساب النافع كأنه يطول أجله ولا يسأل ويترك طلب الرزق لأنه يصبح عالة على غيره. وكذلك أيضا يكثر في النفقة على أولاده وعلى من يجب عليه الإنفاق عليهم، من يعمل من أجل أن يؤمن القوت لنفسه ويؤمن القوت لمن تلزمه معونتهم. وكذلك إذا وسع الله عليه في الأعمال الصالحة وفي سبيل الله عز وجل، العمل للدنيا من الوجوه المباحة أمر مطلوب ويدخل في العبادة أيضا إذا حسنت نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتسفهون الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: هل تجوز قراءة القرآن وأنا مستلقٍ على السرير؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في كل حالة، سواء كان راكبا أو ماشيا أو جالسا أو قائما أو منقطعا، فيقرأ القرآن إلا في حالة الجنابة. إذا كان عليه جنابة إنه لا يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدثه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. جزاكم الله خيرا. ما حكم عقد النكاح داخل المسجد؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يستحب أن يكون عقد النكاح يكون مسجد. جزاكم الله خيرا. جملة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني بصلاة الفجر؟ جملة الصلاة خير من النوم هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، وتقال في النداء الثاني الذي عند طلوع الفجر. أما الأذان الأول فلا تقال فيه، لأن الأذان الأول إنما شرع من أجل تنبيه الناس مبكرا للاستعداد للصلاة، من أجل أن يرجع التالي يعني الذي يتهجد، ومن أجل أن يستيقظ النائم ويستعد للصلاة. أما الأذان الثاني فهو إذان بدخول الوقت، إذان بدخول الوقت. الأذان الأول من أجل الاستعداد، والأذان الثاني من أجل الإعلان بدخول الوقت، فتقال فيه كلمة صلاة خير من النوم مرتين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم عبر رسالة بعث بها أخونا عصام بكري مصطفى. الأخ عصام له جمع من الأسئلة، أولها يقول: ما معنى الكفر بالطاغوت؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والكفر بالطاغوت معناه تركه وهجره والابتعاد عنه. الكفر بالطاغوت الذي يعبد من دون الله، فتترك عبادة الأصنام وعبادة غير الله عموما، الأصنام وغيرها. قال تعالى: والرجل فهجر، رجل الأصنام وهجرها تركها. وكذلك البراءة من المشركين، هذين الكفر بالطاغوت. وكذلك البراءة من كل كافر ومن كل مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله. وإبراهيم عليه السلام يقول: والذين معه قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله تعالى يقول لنبيه: وما أنا سبحان الله وما أنا من المشركين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه براءة من المشركين. الكفر بالطاغوت إذا يعني البراءة من عبادة ما سوى الله، والبراءة كذلك من المشركين ومن أعمالهم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا أذنتم لي، هل تتحدد الطواغيت وتختلف باختلاف الأزمنة أو لا؟ تتعدد كل ما تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر من الطاغوت. حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، والسحر من الطاغوت. وكذلك كل ما يخل بأمور التوحيد ويناقض العقيدة فإنه من الطاغوت، كما قال العلامة ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، ورأس الطواغيت هو الشيطان لعنه الله، لأنه هو الذي يدعو إلى الكفر وإلى الإلحاد وإلى عداوة الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل فيقول: ما هي أفضل الكتب في العقيدة؟ أفضل الكتب في العقيدة بلا شك أولا كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله بين العقيدة الصحيحة وما يضاد بها في كثير من الآيات. يأمر به
عبادة الله وحده، وينهى عن عبادة غير الله عز وجل، ويبين مغاض الشرك، ويبين منافع التوحيد وفوائد التوحيد في الدنيا والآخرة. كتاب الله عز وجل تؤخذ منه العقيدة الصحيحة، ويعرف منه أيضا العقائد الفاسدة لمن تدبر القرآن الكريم. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، وفيها الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. في كثير من الأحاديث النبوية ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأما الكتب المؤلفة بالعقيدة هي كثيرة لله الحمد، فالكتب التي تؤخذ منها العقيدة الصحيحة هي كتب السلف، كتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الأئمة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب تلميذه الإمام ابن القيم، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب تلاميذه وتلاميذ تلاميذه من أئمة هذه الدعوة، كلها والحمد لله كتب مفيدة ومبينة للعقيدة الصحيحة. وقبل ذلك كتب السلف، كتب الإمام أحمد رحمه الله وكتب غيره من الأئمة، هي العقيدة الصحاوية وشرحها للعز بن أبي العز الحنفي، هذه أيضا من كتب العقيدة المفيدة المعتمدة. كذلك كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذلك كتاب الرسالة للقيرواني المالكي، وغير ذلك من الكتب السلفية المعروفة المعتمدة. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الأدلة الشرعية على وجوب النقاب. تكمل هذه الجواب السابق، رسالة هذه الرسالة المشهورة لابن أبي زيد القيرواني، رسالة هي مشهورة. بارك الله فيكم. ننتقل إلى صلاحنا. أقول الأدلة الشرعية على وجوب النقاب. الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه بالنقاب أو غيره، النقاب أو السيلة أو البرقع، يعني ستر الوجه. الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب المراد به الساتر الذي يستر المرأة بكاملها من وجه وغيره، ويكون هذا الحجاب إما جدار وإما باب وإما ثوب أو غطاء أو حمار، كله يشمل الحجاب. فأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الحجاب بين الرجال والنساء، والآية وإن كانت غالبة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عامة لنساء الأمة، لأن الأصل في الأدلة العموم، إنما دل الدليل على أنه خاص. وأيضا التعليل في الآية الكريمة يشعر بالعموم، قول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كان القصد هو الحفاظ على طهارة القلوب قلوب الرجال والنساء فهذا عام في جميع الأمة. فإذا أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب غيرهن من باب أولى، إذا أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وكرامتهن غيرهن من نساء الأمة من باب أولى، فطهارة القلوب مطلوبة في كل وقت وفي كل حين. ثانيا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأمر بناته وزوجاته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب معناه الغطاء الكامل من جسم وما يسمى بالجلال. أمر الله سبحانه أن يدفع منه على الوجه، كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معنى الآية: فأدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عينا واحدة. وهذا منه تفسير للآية الكريمة وتوضيح لها، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. وكذلك الآية الثالثة في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر الله سبحانه وتعالى بأن يدل الخمار من على الرأس على فتحة الصدر، ويلزم من هذا أن يغطي الوجه لأنه يمر بالوجه، فيكون في ذلك دليل على الكتاب. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يراد بالزينة هنا زينة الجسم وما عليها من زينة الحلي أيضا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية واضحة بالسفر، إلى أن قال في ختام الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فدل على أنهن يلبسن الثوب على الأرض ويغطون بذلك ما على الأرض من الحلي. إذا كانت الأرض تغطى فالوجه من باب أولى، لأن الوجه أشد فتنة من الرجل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكانت إحدانا فكان يمر بنا الركبان، فإذا مر بنا قبلت إحدانا ثمارها مع
من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا نص صريح من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته أنهن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات، أي محرمات من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقص، يعني لا تلبس النقاب، دل على أنهن قبل الإحرام كنا يلبسن النقاب، وليس معنى ذلك أنها تزيح النقاب عن وجهها وتبقيه مكشوفا، بل تغطيه عن الرجال كما في حديث عائشة. ولكن معنى الحديث أنها لا تلبس ناخيطة من وجه خاصة من نقاب أو غرفة، ولا يمنع ذلك أن تغطيه بغير ما خيط من وجه، كما أن الرجل ممنوع في الإحرام من لبس المخيط، ولا يمنع هذا أن يلبس الإزار والرداء ويغطي جسمه، إنما منع من المخيط فقط، وذلك المرأة لا تغطي وجهها بالمخيط فقط. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا أذنتم لي بارك الله فيكم بحديث مبسط عن هذا الذي يسمى الورقة، اتخذ في الآونة الأخيرة أشكالا معينة حتى أصبح سافرا وأصبح مسايرا لما يسمى بالموضة أكثر منه متخذا للغطاء، ما هو توجيهكم لأخواتنا المسلمات حول هذا الموضوع؟ الورقة هو الورقة المعروف عند العرب الذي يغطي الوجه ولا يظهر إلا العينان فقط، فيه فتحتان على قدر العينين فقط، يغطي الوجه غطاء ثاني. أما إذا أسيء استعماله ووسع فيه وصار يتخذ من فتنة فهذا لا يسمى بالورقة، هذا لا يسمى بالورقة، وإن سماه من سماه برقعا فليس هو البرقع المعروف، فالبرقع هو الذي يستر الوجه، كان معروفا عند العرب وعند نساء البادية إلى وقت قريب، يستر الوجه بالكامل ولا يظهر منه إلا العينان فقط. أما إذا تعسف فيه وأخرج عن حده وأصبح موضة من فتنة وتنوع أفعال النساء فيه فهذا لا يسمى برقعا، ليس هو البرقع المقصود. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله ألف عين يسأل فيقول: كيف أتصرف إذا كنت أصلي ركعتين ثم لصلاة المغرب وجاء شخص يصلي خلفي وأصبح مأموما معتقدا أنني أصلي الفرض؟ يمكن قصده أن يصلي إلى جنبه، يعني لا يمكن يصلي خلفه وهو منصرف. هكذا كتب؟ نعم. لا لأنه يقصد ويقصد إلى جانبه. نعم. الأصل في هذا أنه لا مانع يقصده المستمر في المتمثل بفعل معاذ رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يخرج يصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، دل هذا على صحة اقتداء المستمر بالمتمثل. أما هذا الذي جاء وأنت تصلي نافلة قبل المغرب وصلى خلفك وظنك تصلي المغرب فهذا يعتبر خطأ منه، ولو أنه أكمل صلى معك وأكمل الصلاة، وإذا سلمت قام وأتى بقية الصلاة صحت صلاته، ولكن هذا فيه أنه صلى قبل إقامة الجماعة في المسجد، وكان الأولى به أن يصلي مع الجماعة، فهذا يعني فعله هذا يصح من ناحية أنه لا فريضة وأن تصلي نافلة، ولكنه أخطأ في كونه صلى قبل أن تصلى الجماعة، وربما يظن الناس قد صلوا فيكون هذا عذرا له في ذلك، أما صلاته في حد ذاتها فهي صحيح. جزاكم الله خيرا. إذا تصرف أخونا هذا كيف يجب أن يكون؟ الذي هو الإمام. الإمام لا يتصرف في شيء، الإمام يستمر في صلاته، إنما الكلام مع ذلك الرجل الذي جاء ودخل معه. جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: هل علي سجود سهو إذا سقطت في عدد السجدات التي سجدتها أو نسيت سجدة؟ نعم. هل علي سجود سهو إذا سقطت في عدد السجدات التي سجدتها أو نسيت سجدة؟ نعم. الأصل في الركن أنه لا بد من أدائه يقين، فإذا شك في أدائه وهو في أثناء الصلاة الشك فيه كتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، فعليه أن يأتي بسجدة يجري عن اليقين ويأتي بسجدة، وإذا أراد أن يسلم فإنه يسجد للسهو، لأن سجود السهو يسرع للسجود للسهو، لكن إذا لم يأتي به وسجد للسهو لا يكفي هذا؟ لا يكفي هذا، لأنه يعتبر تاركا لركن فلا تصح صلاته، فإن كان العهد قريبا فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة، إذا سلم وهو على هذا التكميم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد السهو بعدها إذا أراد أن يسلم. نعم.
لأن لو شك في ترك ركن فتركه جزاكم الله خيرا. شيخ صالح في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة لسؤال المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.